ده انا معاكي لحد ما تزهقي مني، لحد ما تقولي لي يلا امشي من هنا. عمري ما هزهق منك. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى قلبي ده بص وربنا قلبي ده استنى. اهلا واضح، انا طارع عماد. طرطوره ده يعني اغرب اسم دلع في العالم، يعني حاسه انه مش حلو. ممكن اختار توم جيري، يعني انا عارفه ان الموضوع ممكن يبقى اهبل شويه، بس بجد حاساهم كده حياتهم جميله وبسيطه وفيها اكل كتير. انا فاكره زمان وانا صغيره لما كنت بزور خالتي في جبل اسود، مره كنا عند البقال وسرقت سوداني واحد، وخالتي بهدلتني وقالت لي ان دي بدايه ممكن تخليني انا ابقى حراميه بعد كده، وبهدلتني. انا كنت فاكره ان ده درس اتعلمته جامد قوي، ولسه من قريب اصلا قايله لمامتي، فده سر ما حدش يعرفه غيرها هي تقريبا. الصبر دايما بيتقال لي، حتى مامتي دايما بتقولي ان انا شخص صبور قوي، واتمنى ان دي حاجه عمرها ما تتغير فيها، لان ساعات ممكن يحصل ان الصبر اللي عندي يعني يروح، فبتضايق لما مش ببقى صبوره كفايه، وحاسه ان دي من الحاجات اللي يعني انا بحبها في نفسي، فحابه ان هي دايما تكون موجوده. بخاف قوي من الضلمه، دي حاجه نفسي صراحه ان انا اتغلب عليها، لان مش بحب الضلمه خالص، ومش بحب لما النور بيقطع، ومش بعرف يعني، بخاف قوي ادخل اوضه ضلمه واولع النور، يعني مش هدخلها، هفضل واقفه بره كده واستنى حد يجي يولع النور. دي حاجه حابه ان انا يعني اتغلب عليها. ان انا نفسي اروح بالعجله من القاهره لجنوب افريقيا، دي حاجه محتاجه 3 4 شهور، ومحتاجه تجهيزات، ومحتاجه وقت، محتاجة حاجات كتيرة قوي، وهي صعبة جدا يعني بالنسبة لي، بس إن شاء الله. يعني هقول لك دلوقتي أول حاجة عارفة أفكر فيها، لما كلموني لمسلسل صاحب السعادة وقالوا لي أنت معانا عايزينك في مسلسل صاحب السعادة وهتيجي تقابلينا بكرة. بكري مين يا عم بهجت؟ أنا أتجوز بكري، أنت زي أخويا. وأنت قصدك على مين؟ سيف. فأظن ده دلوقتي أنا شايفاه كأسعد يوم في حياتي، لأن وقتها ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل، بس من اليوم ده كل حاجة بعد كده اتغيرت في حياتي، يعني كل مشواري الفني بقى ابتدى بجد، فحاسة إن ده كان بالنسبة لي أنا وبالنسبة لشغلي كان أسعد يوم. يا رب يا جماعة الحقيقة قاعدين